بعد 6 سنوات من العمل في رامكو بديت أحس أنه وصلت إلى مرحلة يعني سقف معين، خاصة أن الشركة عاملة في مجال الطاقة وأنا مجالي في الأمن السبراني، فممكن أكثر مجال أو أقدر أوصل له هو مدير إدارة الأمن السبراني، وبنفس الوقت اطلاعي على الأجهزة أو على الهجمات أو على الأمن السبراني الموجود فقط في شركة رامكو. قررت وقتها أني يعني أبحث عن وظيفة أخرى، استخرت وقدمت استقالة، أخذت مكافأة نهاية الخدمة اللي هي كانت راتب عن كل سنة باقي بدل السكن يعني، وما كان مبلغ بسيط، كان ممكن يغطي الإيجار ويغطينا 3 شهور يعني، ما كان فيه. كثير من الناس تتساءل تقول لي قدمت يعني استقالة بشكل يعني غريب، هل عندك يعني مبلغ مادي حاطه على جنب ولا لا؟ لا، كانت مجرد مكافأة نهاية الخدمة واللي كان يغطينا لمدة 2 أو 3 شهور قدام. وصل خبر استقالتي لأحد الزملاء العامل في مجال أنظمة التحكم الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كلمني قال لي أنا عندي شركة ناشئة جديدة أبغى أرسل لك عرض وظيفي، ودي أنك تشارك معنا. بدينا يعني بمراجعة العقد، طبعا فيه نسبة ملكية معينة من الشركة، طبعا أعتبر أني أنا جيت كان تقييم الشركة يعني ما هو بالوضع الحالي، وكنا كلنا على بعضنا تقريبا 45 شخص، وكنت أنا الشخص الوحيد الموظف اللي خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأتوقعت أني مثلا بدخل للشركة بكون إنسان تقني، لا انتقلت إلى يعني منصب يكون أعلى اللي هو يسمونه رئيس تقني ولا تكنيكال ليدر. فبالعادة تحتي فريق من 5 إلى 6 أشخاص من جميع النواحي، نعمل يعني في جميع المناطق. طبعا عملنا في أنظمة التحكم الصناعي في جميع أنحاء العالم، وكانت تجينا مثلا بعض العقود اللي نعمل عليها سواء نحن نسميه الاصطياد، اصطياد التحديدات يعني، لا سمح الله كان في شيء موجود داخل السيستم نجي احنا نفحص على السيستم ونشوف نتاكد انه يعني ما كان في اختراق حاصل. فكانت الفكره احنا نقدمها ان هي سيف جاردن سيفيلايزيشن، ان نحمي الحضاره، هذا شعار الشركه. ف احنا يعني كنا دائما نتكلم نقول احنا نحمي الشيء اللي الشخص اللي افضل مننا بنيه، يعني انا ما اقدر ابني مصفات نفط ولا اقدر اشغل مصفات نفط، ولكن الشخص اللي بنيها هذا اللي هو الافضل مني يحتاج خدمتي انا اني اقدر اقدم حاجه بسيطه اني احميه او ابعد عنه بعض المخاطر. فهذه كانت الفكره. ما شاء الله ابدع يوم جاء لرامكو واخذ خبره جيده فيها، وبعدين انتقل لشركه امريكيه الحقيقه اسمها دراغوس، والان ما شاء الله هم ممثلهم في السعوديه.